جناح الأمن والشرطة الهدف منه من إنشائه هو التعريف بجهود الشرطة والأمن والأجهزة الأمنية بشكل عام والإدارات النمطية والخدمية في محافظة مأرب وما تقدمه من خدمات وجهود مبذولة في خدمة المواطن والمواطنين بشكل عام. عرضنا في هذا الجناح جناح الأمن بروشورات توعوية وتعليمية وإرشادية للمواطنين، وأيضا برزنا فيها لكوكبة من الشهداء، شهداء الأمن الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الذود عن هذا الوطن العظيم. وأيضا عرضنا فيه للجهود التي يقوم بها رجال الأمن من خلال شاشة عرض، وللقادة السياسيين ممثلة بفخامة الأخ رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ونائبه اللواء سلطان ابن علي العرادة محافظ محافظة مأرب حفظه الله ورعاه. وأيضا عرضنا فيه للإدارات الخدمية كشرطة المرور تعليمات وإرشادات وإدارة الجوازات ومصلحة الهجرة والجوازات وكتب إرشادية ومنها دليل الشرطة وخدمات الشرطة والأعمال الإدارية ودليل مستخدم الطريق. ومن ناحية أخرى الإقبال على جناح الأمن إقبال يعني كبير، والناس يعني انطباعاتهم ممتازة ومسرورين من خلال إنشاء هذا الجناح وبهذه الصورة الذي تمثل الأمن تمثيل مميز و يعني فيه إبداع وفيه لفتة نوعية. ونشكر أيضا نشكر إدارة المعرض ممثلة برئيس فرع هيئة الكتاب العامة الأستاذ ناصر الشريف الذي أتاح للأمن فرصة في هذا المعرض لكي يقدم خدماته ويعرض خدماته والإنجازات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة مأرب على العامة، ولكي أيضا يحتك رجال الأمن بالمواطنين ويوصلون رسالتهم بأسهل مما يكون.